طبعاً لما تعطينا كل شكل هذه طبعاً نأتي إلى مجلس وسط الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة نظم نشاطا مميزا تضمن شقين. الشق الأول يتضمن يوم دراسي حول حق الصحفيين للوصول إلى المعلومة، وهي إشكالية تطرح في كل سنة خاصة في العوائق التي يواجهها الصحفي في الوصول إلى المعلومة. أيضا في الشق الثاني لهذا النشاط هو أننا أردنا أن نحفز الصحفيين ونثمن أعمالهم ونعطيها أكثر قيمة ونثمن المجهودات التي يبذلونها طيلة العام في مختلف المجالات من خلال تنظيم مسابقة حول الابتكار المؤسسات الناشئة، وكان الفائزين يعني من مختلف وسائل الإعلام. كان الفائز في صنف الصحافة الإلكترونية الصحفي المميز هيثم عنزي، أيضا الصحافة السمعي البصري الصحفي المميز طارق بلير، والصحفي بشركة الشروق عبد العالي درقد، وعن إذاعة قسنطينة فاز بها الصحفي جهاد زهري. هي الجوائز هي رمزية يعني لا تعكس على الإطلاق يعني مجهود الصحفي، وإنما أردنا من هذا المبادرة أن نشجع الصحفيين على العمل والنشاط أكثر وأكثر. حضرنا هذه المناسبة الطيبة التي بادر بها اتحاد الصحفيين الوطنيين هنا بقسنطينة، وأنا كنت عضوا في لجنة التحكيم المتعلقة بالمنافسة الصحفية بين يعني الصحفيين العاملين هنا في قسنطينة. لم يكن العمل التحكيمي متاحا بالسهولة التي كنت أتصورها بالنظر إلى تقارب المستوى بين الإعلاميين الذين شاركوا فيها، ولكن الحمد لله باعتماد جملة من المعايير المهنية تمكننا من الفرز بين هذا وذاك رغم هذا التقارب الموجود. وأعتقد وأعتبر أن مثل هذه المبادرات هي مبادرات تحفيزية أصلا بالنسبة لأسرة الإعلام. عندنا الفرصة أنه نخرج شوية عن المألوف وعن الاحتفالات الكلاسيكية من خلال تنظيم مسابقة من أجل إبراز الكفاءات المهنية والقدرات وتحت شعار فليتنافس المتنافسون. نظمنا المسابقة اللي كانت حول مختلف الألوان الصحفية من صحافة مرئية مسموعة مكتوبة وحتى صحافة الإلكترونية، تشجيعا للزملاء الصحفيين من أجل يعني نشوفوا الأعمال ونشوفوا كما يقولها تحفيز لهم في سبيل ترقية هذه المهنة. كانت لنا فرصة سعيدة أن شاركنا في تقييم الأعمال الصحفيين الإعلاميين بقسنطينة. قيمنا الأعمال تاع الصحفيين كل في اختصاصه بالتأكيد. مسابقة هي بادرة والأولى من نوعها بادر بها المكتب الولائي للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين. كانت فرصة كذلك لإبراز أعمالهم وإبراز كذلك جهوداتهم. أيضا ونهنئ القناة الجزائرية وان على إحرازها على هذه الجائزة من خلالك يعني من خلال شخصك. بارك الله فيكم ونتمنى دائما المزيد من العمل المزيد من التألق. أهنئ الإعلاميين وخصوصا في الإعلامي الجزائر أو المؤسسات الجزائرية سواء في الإعلام المكتوب أو المطبوع والإعلام السمعي البصري وكذا الإعلام الإلكتروني باليوم العالمي لحرية التعبير. وأتمنى أن يكون هذا اللقاء الذي التقينا مع جمعكم اليوم بادرة خير.